بوابة الأهرام بتتكلم على إن في تعليمات خاصة من مستر لاسارتي للمدافعين، وفي هذا الخصوص بالتحديد عايز أقول لحضراتكم إن مستر مارتين لاسارتي مقتنع جدا جدا بلعب الفريق سعد سمير مدافع النادي الأهلي، وشايف إن هو من أحد اللاعبين اللي عندهم خبرات ودي حقيقة، ومن أحد اللاعبين اللي عندهم شخصية في الملعب ودي حقيقة، ومبسوط جدا من أداء سعد سمير وبالتحديد في المباراة الأخيرة أمام فريق فيتا كلوب. الهدف طبعا لا يسأل عليه خط الدفاع، أو بالتحديد ما يسألش عليه علي لطفي يعني حارس الفريق، فبالتالي طبيعي ان يكون في تعليمات للمدافعين دي، او في محاوله للتخلص من بعض الاخطاء الدفاعيه اللي وارد حدوثها بشكل طبيعي في اي مباراه من المباريات لاي فريق من الفرق يعني.